المرة اللي فاتت اتكلمنا على جزء من عيوب القياس بالبي ام اي او مؤشر كتلة الجسم، وقلنا ان في العديد من العوامل الاخرى التي يجب اخذها في الاعتبار، لان مؤشر كتلة الجسم لا يشملها. واتكلمنا على مؤشر كتلة الجسم لا يقيس نسبة الدهون في الجسم، واتكلمنا على ان مؤشر كتلة الجسم لا يأخذ في الحسبان الديموغرافية المختلفة، وهنتكلم المرة دي على انه مؤشر كتلة الجسم لا يقيس توزيع الدهون في الجسم. الموقع المحدد للدهون هو عامل مهم اخر عند النظر في الصحة العامة، وهو مقياس لا يتكيف معه مؤشر كتلة الجسم، وترتبط دهون الجزء العلوي من الجسم حول منطقة الخصر والدهون الحشوية بالمضاعفات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الدهون الموجودة في الجزء السفلي من الجسم حول منطقة الفخذين والمؤخرة. ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الذين لديهم نفس مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يكون لديهم ملفات تعريف مختلفة جدا لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري، اعتمادا على نمط الحياة والنظام الغذائي ومكان وجود الدهون في أجسامهم. ويقول الدكتور أنيكوي أن هناك تنبؤات صحية أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم التي تسمى عوامل الخطر الأيضية الخمسة، ومعا يمكنهم زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وهذه القياسات هنتكلم فيها مرة كاملة. مع السلامة.